حاولنا باش تكون عندنا نظرة حول كل ما هو يجري عبر العالم، باش نعطيه كذلك قابلية للمنتوج الجزائري يكون عنده مواصفات عالمية، لأنه اليوم احنا ماشي غير نهتم بالمنتوج الوطني اللي يباع في السوق الوطنية، ولكن حبينا باش تكون كذلك عملية ترفع من نوعية المنتوج الجزائري باش تكون عنده قابلية يكون في الأسواق العالمية.